السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة بتسألني ايه هو الشعار اللي موجود على كل الفيديوهات، هتلاقي آلاف الفيديوهات على القناة مكتوب في الرمز ده فينيكس. طب ايه هو العنقاء وليه اخترنا فكرة العنقاء؟ طيب اولا الرمز دوت رمز غزة، ده رمز بلدية غزة اهوت، وده اللي موجود عندهم في الميدان، وده شعار البلدية بتاعهم. طب ليه واخدين هم الشعار بتاع العنقاء؟ العنقاء دوت طائر أسطوري، مفروض ان هو لما بيتحرق رماد بيطلع طائر تاني من قلب الرماد دوت وينهض، فهو طائر خالد، هي طبعا أسطورة. فطائر العنقاء او فينيكس او ليه اسامي كتيرة جدا، ففي كتب بتقول الرخ او الفينك، وعلى فكره موجود حتى في الحضاره، حضاره الاسرات اللي هي الحضاره المصريه القديمه الرمز دوت. فانا كان عاجبني الرمز بتاع غزه، فهو ده الشعار متاخد من رمز لغزه ورمز العنقاء. الفكره كلها ان احنا بنهدف الى احداث نهضه علميه، لذلك هتلاقي اللوجو فيه الترس هندسي، وده تصميم المهندسه شيرلي، يعني فكرت فيها وهي اللي عملت التصميم الجميل دوت. رمز العنقاء مبسط جدا ويعني بسيط جدا مع رمز التروس، فعامل شكل جميل. يعني تحية أهلنا في غزة، وربنا ينصرهم إن شاء الله، وربنا يعني يستخدمنا في طاعته، ونسأل الله إن احنا نكون حرف في النهضة القادمة للأمة إن شاء الله. يعني ربنا يعني خلينا حتى لو لم ندرك النهضة ديت يكون شاركنا فيها، ولو حتى بترجمة حرف أو سطر إن شاء الله.